نتناول المسائل الرئيسية اللي شفناها كفريق عمل في وعد أن هي غير متوافقة مع مبدأ المساواة ومع المضامين حقوق الإنسان والمرأة اللي وقعت عليها البحرين في اتفاقيات متعددة. القانون في 141 مادة، مثل ما تشوفون هذه هيكلة القانون في بابين، الأول أحكام الزواج والثاني الفرقة بين الزوجين. الباب الأول في 5 فصول والباب الثاني في 6 فصول. احنا اخترنا بعض المواد اللي حسيناها الأكثر اهتماماً، الأكثر جدلاً، والأقل توافقاً مع المبادئ اللي يطرحها المجتمع المدني في من حيث المساواة وحقوق الإنسان. بالنسبة حق الطلاق، في 60 مادة تتكلم عن الطلاق، نسبة هذه المواد 42% من مواد القانون. والطلاق مساحة مهمة جدا، لأن في الزواج الأمور يمكن تكون أكثر ميسرة بداية العلاقة، في الطلاق يكون الباكج وايد، يكون في أطفال في الموضوع، والمعادلة هني لازم تكون أكثر متزنة ودقيقة بحيث أن تحصل المرأة على حقوقها كاملة وكذلك الأبناء. المادة الأولى اللي بنلقي عليها الضوء هي عن سن الزواج، المادة 20. المادة 20 تنص على لا تزوج الفتاة التي يقل سنها عن 16 سنة ميلادية إلا بإذن من المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملائمة الزواج. يعني لاحظوا أن التزويج يبدأ من 16، ويمكن أن تزوج من هي أصغر. يعني 16 يعني كم؟ يعني ممكن 15، ممكن 14، ممكن 13، ممكن 9، ممكن ننزل إلى 9. هذا الكلام يتكرر، يتأكد في الفقه الجعفري المادة 119. شو تقول؟ تنص أنه لا عدة على الصغيرة غير البالغة، يعني بوضوح هي غير بالغة. البالغة معناته هي علامات الأنوثة مكتملة عندها، هني غير بالغة وما في مشكلة تتزوج. كذلك المادة 88(2)(ج) تقول يقع الطلاق بائنا ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين في الحالات الآتية، من ضمن الحالات أن هي تكون صغيرة غير بالغة. يعني هذه المفردات موجودة في قانون في 2017، وفي مجتمع يتكلم عن أن نصل إلى المعايير الدولية المقبولة في حقوق الإنسان. يرتئي فريق العمل في وعد، ترتئي وعد، أن سن الزواج يجب أن يرتفع إلى 18 سنة لكل من الفتى والفتاة، لأن في شرط الإدراك العقلي. يعني حتى إذا في بلوغ بالنسبة للفتى أو الفتاة، شرط الإدراك العقلي والاستعداد حق تحمل أعباء الأسرة، يعني هاي موضوع ما في داعي الخوف فيه أن نسترسل فيه. فالمفروض يكون في توفر لإدراك عقلي ورشد قانوني، وليس 16 ويعني فتح الباب. السن الأدنى للزواج 18 أو أكثر صار الآن يعني معمول به في كثير من الدول، مع الاستثناءات، يعني الحالات الأصغر من ذلك في تصرف استثنائي معاهم. الأردن مثلاً 18، الإمارات العربية المتحدة 18، تونس، الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب، كل هذه الدول خذت 18. ليش إحنا نروح حق 16؟ يعني إحنا المفروض على الأقل 18 فأعلى. اللي يتكلم عن الحالات اللي تم الزواج، يعني تم بها الزواج دون 16، أكيد ما بيوقف حالهم لأن هذه واقع وصار. بس الحالات اللاحقة، يعني الحالات اللي بتزوج بعد هذا القانون لظرف أو آخر، صارت غلطة أو إلى آخره، يعني ما عليه، هذه الحالات ممكن التعامل معها، لكن لازم تكون في أصغر مساحة ممكنة، يعني حالات استثنائية جداً، ولازم تكون مقرونة بجملة من الأدوات للتدقيق، يعني تقارير طبية اجتماعية، استماع إلى والدي القاصرين أو من ينوب عنهما شرعياً، مع تشديد العقوبات على المخالفين. هذا المفهوم على فكرة متبع في المغرب. المغرب حددوا سن الزواج للفتى والفتاة 18 سنة، والحالات الاستثنائية عندهم وايد أمور تدقيق ويعني تقليص. مع ذلك ما قدروا، هم قدروا يخففون المشكلة، لكن زواج القاصرات موجود خاصة في الضواحي والأطراف اللي يعني مو بحضرية. هذه المادة تتعارض مع قانون الطفل البحريني
اللي في المادة الرابعة تنص على أن الطفل كل من لم يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة، يعني إحنا قاعدين نسمح بزواج الأطفال. كذلك اتفاقية حقوق الطفل اللي وقعت المملكة في 91 تعرف بالمادة الأولى الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز 18. كذلك اتفاقية السيداو اللي وقع عليها البحرين، كل مرة التقرير يقدم من قبل الدولة لجنة الخبيرات تقف وتسأل، تطرح أسئلة مهمة ومباشرة، ماذا عملتم بالنسبة حق السن الأدنى للزواج؟ هل رفعتوا إلى 18؟ طيب إذا ما رفعتوا شنو هي التدابير والإجراءات مالتكم؟ شو بتسوون؟ فهذا الكلام وجه للدولة في التقريرين الأول والثاني في 2007، كذلك وجه مرة ثانية في التقرير في 2013. في التقرير الأول الدولة هذه كان ردها باختصار أن في تشريعات البحرين ما في حد أدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة والرجل، وأن الشريعة الإسلامية تعتبر سن البلوغ هو الحد الأدنى لسن الزواج، لكن في الواقع العملي ما في هالحالة بكثرة. يعني الملاحظ أن ما كان في رؤية في هذا الرد لرفع سن الزواج إلى 18، يعني هو وصف للواقع وتعامل معه. اللجنة مرة ثانية عقب التقرير الثالث اللي طرح أيضا سألت نفس السؤال وقالت ماذا عملتم؟ هل رفعتم سن الزواج إلى 18 مع مثل يعني الفتيان؟ نفس الجواب تقريبا كان الجواب أن في رؤية لتعديل وثيقة عقد الزواج، وأن في تنظيم للائحة المأذونين الشرعيين، في لائحة إدارية طلعت والمأذونين الشرعيين يعني لازم يتبعون هذه التعليمات، لكن إذا تروحون تقرون التعليمات اللي في داخل لائحة المأذونين الشرعيين نفسها هي ملتزمة بنفس الواقع أن 16 وأدنى، فما في أي تطور يعني في هذا الجانب. لكن الواحد ما يبي يكون منصف أنه في كثير من الأمور حدثت بدفع من المجلس الأعلى للمرأة، صندوق النفقة، دعم المطلقات والأرامل، في أمور صارت يعني لدعم المرأة، لكن مسألة مثل هذه واضحة جدا، سن الزواج المفروض أن يكون في موقف يعني واضح ومتقدم بالنسبة حق المعايير الحقوقية. هذا اللي قلت لكم عنه، لائحة المأذونين الشرعيين هذه المادة 12 تقول يشترط لإجراء عقد الزواج وتوثيقه ألا تقل سن الزوجين عن 16 سنة وقت العقد، يعني ما في تطوير ما في تغيير 16. إذا في البحرين إحنا في قانون الولاية نقول أن اللي أقل من 18 يعتبرون قصر، هذه في قانون الولاية. إذا في قانون العقوبات يعتبرون اللي 16 حدث، فكيف أعتبره هني قاصر وهني أعتبره حدث وهني أعتبره بالغ وممكن يتزوج؟ وهذه في مسألة زواج يعني تأسيس أسرة وأبناء وكل هالمسائل، ففي في مرونة سلبية خلينا نسميها في هاي الموضوع. هناك اتجاه عام لرفع سن الزواج، كثير من المنظمات الحقوقية مهتمة بصحة المرأة في موضوع الزواج، منها Human Rights Watch عملت عدة دراسات في لبنان وفي العراق، والخلاصة أن البنات اللي يتزوجون يعني مبكراً يتعرضون حق أن يتركون المدرسة أكثر، يتعرضون لخطر الاغتصاب الزوجي، يعني سوء المعاملة في داخل الأسرة، قلة العمل اللائق، الاستغلال، وعدد من المشاكل الصحية، أن جسم الفتاة الصغيرة غير مهيئ لأعباء الحمل والولادة وإلى آخره، ممكن يصير في إجهاض متكرر، ممكن صحتها تتأثر، يعني عدد كبير من السلبيات اللي الكل أعتقد يعني يعرفها. فلماذا سماح بهذا كقانون؟ يعني الجزائر حددوا القانون مالهم، حدد الرجل 21 والمرأة 18. لبنان في منظمات حقوقية الآن منها كفا وأبعاد يشتغلون على حملات لتحديث سن الزواج. لبنان كذلك تقدموا بمشروع لرفع سن الزواج إلى 18 من قبل التجمع النساء الديمقراطي اللبناني. الآن إيران اللي دائما عليها السمعة أن هي يعني وايد فيها زواج صغيرات وكذا، معدل العمر ارتفع فيها بحيث أن الرجل الآن يتزوج متوسط عمره 28، المرأة تتزوج متوسط عمرها 24، طبعاً هذه المسجل، يمكن في حالات غير مسجلة، هذه حسب الإحصاءات الرسمية في 2015.
إذا جينا حق المغرب، هذه هي المادة 19. المادة 19 تقول تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة شمسية، ويشترطون يعني في تعريفهم لهذه المادة يقولون أن الأهلية تستوجب العقل والبلوغ، ليس فقط البلوغ، العقل موضوع مهم، العقل بمعنى الإدراك المكتمل واللا جنون، والبلوغ بمعنى اكتمال علامات الأنوثة والذكور والقدرة على التناسل. فسن الزواج 18 هو سن الرشد القانوني، فلذلك هم يبررون أن موضوع 18. هذه إحصائية مسويتها من اليونيسف واليونسكو عن أعمار الزواج في عدد من البلدان العربية، كل البلدان العربية، والاتجاه العام حول 18. بعض الإحصائيات يمكن ما تكون دقيقة، في ليبيا مثلاً ما نعتقد أنه 20، اليمن والسعودية والصومال غير مذكور سن الزواج بالمرة يعني، وفي كلام أن في السعودية يعني الموضوع تحول إلى المأذونين الشرعيين مثل البحرين، بس ما تدرين إيش كثر، ما أحد يدري إيش كثر الالتزام يعني. في هناك آراء محافظة تعمل على الصيانة واستدامة الأحكام، أنا بس بجيب لكم هذه لأن لفت نظري. هذه كاتب في موقع لها أونلاين، هو اطلع على قانون الأسرة البحريني وقال إنه هو يعلق على سن الزواج، فاستشهد ببعض المقولات التاريخية، قال إن الإناث للأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ 9 سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة. وفي مكان ثاني بعد يستشهد بمقولة ثانية، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كف، يجوز له ذلك مع كراهتها وامتناعها. يعني هذه يعني قمة التسلط على يعني طفلة صغيرة. إذا جينا حق موضوع الولاية مثل ما ذكر الأستاذ الشملاوي في مادة في يعني فقه سني وفي فقه جعفري، إذا جينا حق الفقه السني نشوف أن في عدد اللي يتولون يعني حق الولاية على تزويج المرأة في تدرج إلى 11 ولي. لاحظوا أن رقم 3 هو الابن، يعني إذا الأم، طبعا هذه أم معناته تزوجت من فترة سابقة، الابن ممكن يكون نصف عمر الأم يعني، ويقرر عنها إذا وممكن يعترض، وممكن يعني القرار في يده وليس في يد الأم. وأكيد هذه الخبرات اللي عند الأم بهذا العمر وبهذا التجربة أكيد بتكون أكثر من هذا الابن الصغير. حتى البقايا ممكن يكونون أصغر من هذه الأم، ممكن يكونون غير أكفاء. يعني الشروط اللي حاطينها على الولي هي شروط واسعة غير دقيقة، ممكن أي واحد يكون ولي. ف يعني عملية تسلب المرأة حقها في تقرير يعني مصيرها في شيء أساسي وهي راشدة عاقلة يعني بالغة. فالولاية في الزواج هي موضوع مو سهل، موضوع يعني واسع ومهم، لأنها سلطة شرعية، هي سلطة شرعية تخول الولي في أن يتولى عقد زواج المرأة التي تحت ولايته، وأن يتولى العقد نيابة عنها، وهي نوعان: جبرية استبدادية أو سواء رضت أم لم ترضى، أو اختيارية بالاتفاق وتسمى بولاية الاستحباب. يعني اللي بيروح يسوي ريسيرش في الولاية بيشوف أطنان من المقالات والدراسات اللي في النهاية تقول إن ما في شيء يعني مثل ما يقولون قاطع ملزم إنه لازم إنه يكون في هاي القوانين. باختصار في رأيين، الرأي الأول يقول أن الولاية ركن من أركان الزواج وهي حق للولي دون سواه بس مع رضاها، وهذا اللي قاعد يمشي عندنا في البحرين أن تكون راضية بس القرار عند الولي. الرأي الثاني يقول لا، المرأة ممكن تزوج نفسها بنفسها، قرار الولاية يعني هي قرارها بيدها، لكن بعدين تبتدي تصير يعني التصنيفات أن هل تكون ولاية كاملة تامة أو تكون ولاية مشتركة وفق الرضا أو مشروطة وقابلة للفسخ في حالة كفاءة الزوج إلى آخره. التشريع المغربي خذ بالرأي الثاني، ترك الاختيار للمرأة. إحنا ليش نرجع للمغربي؟ لأن هي الحالة المتميزة في العالم العربي الإسلامي حالياً، عملت يعني ثورة في المفاهيم، هي التزمت بروح الشريعة الإسلامية والمقاصد الإسلامية، ولكن قدرت
تحقق يعني مستوى أعلى من المساواة وحقوق الإنسان والعدالة. فبالنسبة حق التشريع المغربي، الراشدة تزوج نفسها بنفسها أو أن تفوض ذلك لأبيها أو أي من أقاربها بدون ترتيب. طيب، يعني إذا بني حق المدونة، المدونة للأسرة المغربية فيها مادتين، المادة 24 واضحة: الولاية حق للمرأة، الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها. راشدة خلاص بلغت سن الرشد القانوني، بكر مش بكر هذه لا، خلاص الولاية حقها. المادة اللي عقبها: للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها، يعني ما زال القرار في يدها، هي ولاية اختيارية وليست ولاية إجبارية. الولاية إذا تنقل القرار من المرأة إلى الآخرين بشكل جبري، قبلت أم لم تقبل، معناته هي كانت في موقع قانوني متساوي، فبتنزل إلى موقع قانوني أدنى بدون ضمان أنها الولي ذي أكثر عقلاً أو أكثر حكمة منها. وإذا قلنا أن موضوع الولاية مهم وكذا، ليش البالغ الراشد لا يخضع للولاية؟ ليش المرأة فقط اللي لازم تخضع للولاية؟ يعني اثنينهم بالغين وراشدين، ليش المرأة تخضع للولاية والرجل لا يخضع؟ هي مسألة ذكورة يعني. وإحنا نعتقد أن الزوجين الذكر والأنثى نحن لا ندعو إلى مثل ما يقولون العصيان والتمرد والتفكيك وإلى آخره، لا، المشورة جيدة سواء للرجل أم للمرأة في عقد في الزواج يعني. لكن الولاية للراشدة بهاي الطريقة اللي مكتوبة في القانون ممكن يكون فيها سوء استخدام، وإذا كانت صغيرة معناته في تسلط أكثر، يعني في خطورة أكثر. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 3، تقول: تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد. البحرين موقع على هذا العهد الدولي، ويجب أن يكون هذا العهد يعني موجود في روح القوانين بشكل عام اللي تنظم حياة المجتمع. إذا جينا حق الجانب الجعفري، فالولاية محددة في يا الأبو يا الجد، يعني مش ل 11 رتبة أو 11 ولي، هي محددة في شخصين، الأب أو الجد. لكن ماذا لو اختلفت رغبة الابنة عن قرار الولي؟ يعني في يصير في نوع من الستق، جمود، لأن الولاية بس عند الاثنين ما تروح للمحكمة. فمعناته إذا الولي أيهما يعني اعترض، معناته أنه توقف أمور هذه الإنسان اللي تبي تتزوج، يعني في تحكم أكثر في هذا الموضوع. ما في كلام أن يعني شنو تنحل، يمكن إذا تروح المحكمة ترفع شكوى، هل هي ستنال يعني الإنصاف اللي ترغب فيه ولا لا، هذه يعني مش مذكور. طيب، إذا حنينا حق موضوع الولاية، نشوف مثلا في آراء فقهية متباينة. العلامة السيد محمد حسن حسين فضل الله، هذه كلامه: المرأة إنسان مستقل في الحياة الزوجية، فهي مستقلة في الأمور الشخصية والقانونية والمالية أيضا، كما أنها بحسب رأينا الفقهي شخصية مستقلة في زواجها، وليس لأحد أن يفرض عليها بالإكراه زواجا لا تريده. وإذا كانت بالغة راشدة فهي بحسب فتوانا كالبالغ الراشد تستطيع أن تستقل بزواجها بعيدا عن العائلة، وإن كان الأحب أن تستشير أباها أو أهلها في هذا الموضوع، لا فرق بين الذكر والأنثى. يعني في مجموعة من الرؤى حق سيد محمد حسين فضل الله تختلف عن السائد والمشاع في كثير من الآراء يعني الفقهية. فهو مثلا حتى في الالتزامات بين الرجل والمرأة يعتبرها مشتركة، الكل لازم، الاثنين لازم يحترمون التزاماتهم تجاه الآخر، سواء في مسألة المعاشرة بالمعروف، المسألة الجنسية، مسألة الإنفاق أو غيرها من المسائل. يعني هناك آراء فقهية وإن كانت من مراجع دينية ولكن متقدمة عن يعني غيرها من آراء أخرى. إذا بني حق المادة 56، هي تتعلق بموضوع النفقة وربطها بالنشوز. فشو تقول الفقرة باء؟ الفقرة باء يعتبر نشوزاً مسقطاً لنفقة الزوجية خروجها للعمل على نحو مناف لحقوق الزوج مع طلبه عدم الخروج. طيب، ولاحظوا فيها هي نفقات خروجها للعمل اللي هي تتحملها، مو بالرجل بعد، مو بالزوج. إذا جينا حق حقوق الرجل، هي مذكورة في المادة 40 من ألف إلى هاء، وفيها مكتوب: عدم تركها مسكن الزوجية بغير عذر شرعي. معناتها ترك المنزل أو عدم ترك المنزل أوريدي تكلموا فيه،
وصلوا إلى اتفاق وبالتالي الموضوع محسوم. فليش الآن إذا هو غير وجهة نظره يقدر يقول لها ليش طلعتي ويقول لها أنت ناشز وتسقط عنك النفقة؟ فإحنا نعتقد أن هاي المادة تفرض أمراً إضافياً إلى حقوق الزوج من طرف واحد، يعني هو حطوا له أفضلية حيث تعطي حق منح الزوجة من الخروج للعمل واعتبار هذه المرأة العاملة ناشزاً لأنها بس خالفت رغبته. الحل أن في عقد الزواج، إذا في عقد الزواج اشترطت عليه المرأة أن تخرج للعمل فخلاص بعدين ما عنده حق أنه يقول لها لا تخرجين وأن تعتبرين ناشز وبالتالي أنا أسقط عنك النفقة. عموماً يعني مسائل مثل النشوز والطاعة تسبب اختلال كبير في المركز القانوني للمرأة، تكون في الموضع الأدنى. الدستور ينص على المساواة في المادة 18، ينص على أن التوفيق بين واجبات المرأة الأسرية وعملها دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، ثم تأتي هالمادة بحيث أن تشكل تهديد للمرأة إذا تخرج للعمل، يعني مو بلشيء غير مشروع. فهذه البنت، هذه المادة لها يعني تداعيات سلبية جدا، ونعتقد إحنا أن هذه المفاهيم مثل الطاعة والنشوز عمليا صارت خارج هذا الزمن لأنها تمس بكرامة المرأة كإنسان. في مصطلحات مختلفة الآن بديلة، تكافؤ، التفاهم، التعاون، هذه اللي تمشي عليها يعني الزيجات الحياة الأسرية الآن. ليش ما نستخدم إحنا مثل هذه المصطلحات بدل هذه المصطلحات؟ المدونة المغربية مثلاً ما تتكلم عن حقوق وحقوق، تتكلم عن حقوق متبادلة للطرفين بس. المادة 51 اثنين هم مسؤولين بنفس المستوى، حتى عن الأولاد، حتى عن البيت، حتى عن كذا. ففي حالة متقدمة في هذا الموضوع. المادة 107 بالنسبة حق التطليق للغياب والفقدان، للزوجة طلب التطليق للضرر بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته. ليش صار كذي؟ معلش نرجع. لا أنا يعني قاعدة أسرع على فكرة، ما باقي وايد. أوكي، المادة 107، للزوجة طلب التطليق للضرر بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته دون عذر. هو مش موجود، معروف مكانه بس غايب وما عنده عذر. ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بالطلاق إلا بعد إنذار الزوج، أم إما بالإقامة مع زوجته أم وإما نقلها إليه. تلاحظوا إما نقلها إليه. الحين هي طالبة الطلاق من هذه اللي هو غايب عنها وبدون عذر، مع ذلك ممكن المحكمة تطلب أن يعني تجبر أن تروح له في المكان اللي هو فيه. زين الحين هي طالبة الطلاق وممكن تجبر بالعكس أن تروح تقعد معه، فهذه حالة جبرية لا تتوافق مع حقوق المرأة، يعني غصبا عنها أن هي تنتقل إذا طلع الحكم بهذه الطريقة. المادة 108، هذه المادة بالنسبة حق الفقه السني، بالنسبة حق الفقه السني، زوجة المفقود أو الغائب الذي لا تعلم حياته ولا موته ولا يعرف موطنه ولا محل إقامته، إذا طلبت التطليق لا يحكم لها بذلك إلا بعد البحث والتحري عنه ومضي 4 سنوات من ثبوت الفقد أو الغياب. يعني هي لازم تنتظر 4 سنوات بحيث أن تشوف نتائج البحث والتحري، وهذا في تعقيل كبير. بالنسبة حق المذهب الجعفري، باء تحسم الموضوع، لا تطلق الزوجة إذا كان للمفقود أو الغائب مال أو ولي ينفق عليها. يعني إذا هو مفقود هي تظل يعني في هذه الحالة معلقة، إذا في أحد ينفق عليها فهي يعني تكون في هذه الحالة ذي إلى أجل غير مسمى معلقة. عندها احتياجات نفسية، عندها احتياجات، مش مشكلة بما أن في أحد ينفق عليها فهي لا تطلق إذا كان المفقود أو الغائب له مال أو ولي ينفق عليه، وهذه يعني توقف حال يعني. فهذه وايد يعني أنا عندي كم من سلايد شوية مبا قاعد أسرع، أعتقد 4 أو 5. إيه المغرب إن شاء الله، المغرب قلل هذه الفترة مالت الانتظار إلى سنة واحدة بس.
بالنسبة حق الحضانة، أنا باختصر هذه الآراء المختلفة في الحضانة. نعتقد أن البنت الخاص بالفقه السني أفضل، لأنه يضع البنت عند الأم حتى تتزوج، والولد عند الأم حتى 15، فهذه في مرونة أكثر. بعدين ما في دليل يدعم مبدأ التفريق بين سن حضانة الصبي والفتاة، هذه يعني آراء فقهية يعني ما في. أخيرا أن شرط أن عقد الزواج موضوع مهم جدا، يعني الناشطات في حقوق المرأة وفي الجمعيات النسائية يدركون هاي الموضوع، بس ما في حركة في البحرين أن فعلا يكون في شغل على عقد الزواج، لأن هذه مذكور في المادة 6 ألف والمادة 6 د أن العقد اللي ينكتب فيه ملزم، فالمفروض أن واحد من البداية يكون واعي حق موضوع العقد. فبالنسبة حق الزواج الإيراني دائما يتكلمون عن العقد مالهم والشروط اللي فيه، ففي بالنسبة حق يعني هاي في هاي الموضوع القاضي هو عنده ورقة يرفقها بالعقد فيها 15 شرط، من ضمن هاي الشروط هاي الثلاثة اللي كتبتها هني. لاحظوا رقم 2، شرط تقاسم الأموال مناصفة إذا رغب الزوج في الطلاق. هذه شروط يكتبونها، الورقة تقدم للرجل وتقدم للمرأة، يختارون الشروط وتوافقون عليها. طيب أنا بوقف هني، يعني ممكن بعدين إذا صار عندي مجال أكمل بعض السؤال، تقريبا بس غطينا المواد كلها. شكرا لكم. شكرا لكم.